مع سلوك الليبيين مسارا سياسيا جديدا بإعلان طرفي النزاع حكومة الوفاق الوطني وبرلمان تبرق وقفا لإطلاق النار، ارتفعت أصوات على وسائل التواصل تدعو للتظاهر ضد الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة. فيديوهات كثيرة انتشرت على مواقع التواصل، قال ناشطون إنها أمام منزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في العاصمة طرابلس، على الرغم من أن السراج وعد في خطاب متلفز بمحاربة الفساد وإجراء تعديل وزاري عاجل. هذه هي سمة الدولة المدنية، أن الشعب يحتاج وحكومته تحميه وهو يحتاج. المتظاهرون المشاركون في الاحتجاجات انقسموا إلى ميادين مختلفة وسط اتهامات متبادلة بشأن المواقف السياسية. ما فيش كهرباء، ما فيش مية، وما فيش غلاء المعيشة، ما فيش معاشات، لكن هذه البلاد لأن فيه مندسين ما بيناتنا. اليوم طلعنا مطالبين بالإصلاح وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي، كذلك تطهير مؤسسات حكومية من الفاسدين والمفسدين. برغم الاختلاف يتحد الليبيون على المطالبة باجتثاث الفساد ومحاسبة مرتكبيه، حيث يرون أن هذه الآفة تمثل سببا رئيسيا في تفاقم أوضاعهم المعيشية.